بالختام عندي كلمة، تحرير الموصل مو بس قضية أهل الموصل، هاي قضية حرمة وطن ودوسة قاع تمس جميع العراقيين، وبعض السياسيين يصنف القوات بكيف أهل الجنوب وأهل الشمال وشلون يشاركون. ومن هذا الحكي الإقليمي اللي ما شفنا منه بس الفتنة والموت والمفخخات، الموصل قضية وطن وقضية أهل، الكل متحزف وينتظر بهمة التحرير أهل الموصل من عصابات داعش. لحد يسمع لأي دولة، خلوا عدنا زلم وعدنا قوات، وما يوم دخلوا منطقة وخيبوا ظنة، أبد ما فد يوم خيبوا ظنة، والعراقيين كلهم مستعدين يعمرون ويبنون الموصل، وراح نشوف النخوة العراقية يوم النصر. والله يوم النصر قريب، وراح تعم الفرحة بكل الوطن. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.